فإنه يجب أن نستقبل شهر ربيع الأول وندخل في أيامه ولياليه بطلب صادق لمعاني الحياة الطيبة التي بعث بها هذا المصطفى الذي دعانا لما يحيينا. تلك الميزة، تلك الخصوصية، وتلك المزية، حياة الروح والقلوب، حياة القيم والأخلاق والمثل السامية العليا التي ضيع الناس تلك الحياة باستبدال القدوة وباحتلال من ليس بأهل أن يقتدى به محل القدوة المرتضى من قبل الحق تبارك وتعالى. فلنحيا ولنطلب حقيقة الحياة، سر الحياة، ومقصود الحياة، والحياة الطيبة التي وعد الله بها من آمن وعمل صالحا.